يا اهلا بالفيلموية. النهارده هنتكلم عن فيلم الرعب والخيال واسمه بيزانديوم. لكن قبل ما نبدا، لو انت جديد معانا ما تنساش تشترك في القناه وتفعل التنبيهات، وده علشان توصلك كل فيديوهاتنا اللي جاي. بيبدا فيلمنا وبنشوف بنت اسمها إيلانور. البنت دي ما كانتش سعيده في حياتها لانها مصاصه الدماء وعندها حوالي 200 سنه، وهي دلوقتي بتكتب عن حياتها لكنها ما تقدرش تقول لاي حد عن السر ده. لكن ورقة من الورق ده بيقع على الشباك، وراجل عجوز اسمه روبرت بيلقط الورقة دي وبيقراها. الراجل ده عرف ان إيلانور هي مصاصة الدماء، فراح لها وطلب منها تعمل له حاجة. روبرت ما كانش سعيد في حياته وفكر انه مش عايز يعيش اكتر من كده، ومن هنا طلب منها انها تقتله، وفعلا إيلانور مصت الدم وقتلته. هنا بنشوف مصاصين الدماء بيشربوا دم علشان يفضلوا على قيد الحياة ويفضلوا كذلك شباب وخالدين، لكن بيحتاجوا دم من وقت للتاني. في المشهد اللي بعد كده بنشوف مامة إيلانور واللي اسمها كلارا. كلارا كانت قاعدة في بار، وهي كمان كانت مصاصة دماء، وعلشان تكسب شوية فلوس كانت بتشتغل رقاصة. دلوقتي وهي في البار شافت راجل اسمه ورنر، لكن خافت على طول اول ما شافته وفعلا بدأت تجري، لكنه فضل ملاحقها وفي الاخر مسكها وسألها عن إيلانور. كلارا ست ذكية، بدأت ساعتها تجري مرة تانية واخيرا دخلت بيتها. الراجل برضه فضل وراها ووصل للبيت، لكن كلارا بطريقة معينة نجحت انها تقتله وتحرق جسمه، وبعد كده اخدت بنتها إيلانور معاها ومشوا من المدينة. بعد كده وصلوا مدينة تانية. إيلانور افتكرت انها راحت المدينة الجديدة دي قبل كده، وده لان المكان كان مألوف بالنسبة ليها. ساعتها كلارا قابلت راجل اسمه نويل، وهو راجل سنجل عنده فندق اسمه بيزانتا، لكن الفندق ده كان مقفول. وبما ان كلارا كانت ست ذكية، فهي نجحت انها تخلي الراجل ده يخطبها واقنعته انه يخليها هي وإيلانور يقعدوا في الفندق ده، وفعلا بيقعدوا في الفندق. إيلانور ساعتها بدأت تعزف بيانو في بار علشان تكسب شوية فلوس، وهناك بنشوف راجل اسمه فرانك. الراجل ده انبهر لما سمع صوت البيانو، وفي الاخر اعجب بإيلانور، لكن هي كانت متجاهلة تماما. كلارا كذبت على نويل وقالت له ان هي وإيلانور اخوات. بعد كده نرجع فلاش باك عن إيلانور اللي ما كانتش مصاصة الدماء، لكنها كانت إنسانة عادية وتحولت لمصاصة الدماء لأسباب معينة. بعض المحققين عاملين تحقيق عن قتل الرجل اللي كلارا موتته، وكلارا على الناحية التانية أقنعت نويل إنه يفتح الفندق مرة تانية، وفعلا وافق وبدأوا نشاط منافي للآداب. بعد كده بنرجع لإيلانور فلاش باك مرة تانية، وبتظهر فيه وهي عندها 16 سنة وراجل بيغتصبها. بعدين بنرجع بالمشهد تاني للحاضر. كلارا كانت بتحذر إيلانور انها ما ينفعش تقول لأي حد حكايتهم وان هم مصاصين دماء، لكن إيلانور كانت حكت قصة مامتها لكل اللي موجودين. وكان يا مكان من حوالي 200 سنة، كلارا كانت شابة صغيرة ولكن كانت يتيمة. وفي يوم من الأيام اتنين من ضباط البحرية واسمهم داروين وروثويل لقوا ساعتها كلارا، وروثويل أقنعها إنها تشتغل في مجال منافي للآداب، وبعد كم شهر بقت حامل، لكن قالوا لها إنها لازم تجد الطفل ده، لكن هي ما كانتش عايزة تعمل كده، وفعلا ولدت الطفلة إيلانور. كلارا بعد كده سابت إيلانور في دار أيتام وكانت بتزورها كل يوم. دار الأيتام دي في نفس المدينة اللي هم عايشين فيها دلوقتي، علشان كده إيلانور كانت فاكره المكان ده كويس قوي. وفي يوم من الايام فرانك تعرض لحادثه وايده اتقطعت. إيلانور ساعدته لحد ما وصل للبيت، وبعد كده بابا ومامته اخذوه للمستشفى. على الناحيه الثانيه كلارا كانت بتدور على ناس تمص دمهم. بعد كده إيلانور راحت المستشفى علشان تشوف فرانك، وهناك مامته قالت لها ان فرانك عنده مرض اسمه لوكيميا، علشان كده بيفقد دم كتير. إيلانور ساعتها فكرت انها تقتل فرانك عن طريق انها تشرب دمه، ولكن ما قدرتش، وده انها ما بتشربش دم حد غير الناس الكبار في السن او الناس العيانين اللي فضلهم وقت قليل قوي في الحياه. إيلانور ساعتها كان عندها احباط وبدات تدور على حد تقدر تشرب دمه، وفعلا لقت ست كبيره في المستشفى وشربت دمها. هنا بنشوف ان كلارا وإيلانور مختلفين تماما عن بعض، وده لان إيلانور ما بتحبش اللي بتعمله امها، علشان كده دايما بيتخانقوا بسبب الموضوع ده. إيلانور راحت الجامعه، وفرانك كمان كان بيدرس في نفس الجامعه دي، وفي يوم من الايام بياخدوا واجب من مدرسهم كيفن، وده علشان يكتبوا مقال عن حياتهم في الماضي. وهنا بنشوف ان إيلانور كانت قاعده في دار ايتام وكانت بتبص من الشباك وتشوف كلارا واقفه، وده كان بيخوفها جدا لان في دار الايتام كانوا بيقولوا لها ان ابوها وامها ماتوا.
بعد كده بنشوف فرانك قد ايه معجب بإلانور، لكن هي بتقوله انهم ما ينفعش يكونوا مع بعض لان ده هيؤذيهم هما الاتنين. ومن تاني إلانور بدأت تحكي قصة امها. لما كان عندها 16 سنة كلارا اكتشفت انها هتموت قريب لان عندها سل. روثويل كمان وصل المدينة، وبعد كم يوم في شخص تاني كمان وصل علشان يقابل كلارا وروثويل، وده كان داروين. داروين كان شاب صغير في الوقت ده وكان غني جدا وما كانش عنده حد ياخد باله من ممتلكاته. روثويل حس بطمع لما داروين مرض وفكر انه ياخد ممتلكاته بعد ما يموت. بعد كم يوم جت اتنين رجالة من جمعية سرية. الجمعية دي ادت خريطة لداروين وقالوا له انه هيلاقي العلاج لمرضه هناك، وفعلا ما ضيعش وقت وراح للجزيرة دي، وهناك شاف مزار سحري كأنه معبد. داروين وروثويل تسلقوا لحد المزار، لكن داروين طلب من روثويل انه يجيب له مية، فدخل المزار. وبعد شوية وقت روثويل لقى مية النافورة اتغيرت وبقت دم. دخل جوه المزار ولقى جثة داروين، ومن هنا ساب جثته هناك ورجع واخد كل ممتلكاته. بعد كم سنة داروين بيرجع تاني وكان شكله كويس قوي، كأن مفيش اي حاجة حصلت له. في الحقيقة هو تحول لمصاص دماء على الجزيرة وبقى خالد دلوقتي. لا هو داروين بس خالد دي صفة. علشان نرجع للواقع، وبنشوف إلانور بتكتب القصة دي في يومياتها وبتديها ساعتها لفرانك، لكن فرانك طبعا ما صدقهاش وقال انها لازم تكتب حاجة حقيقية عن حياتها في الماضي، وهي بتأكد له انها كتبت القصة دي علشان يعرف الحقيقة، لكن هو ما صدقهاش وادى القصة للمدرس اللي اسمه كيفن. ومرة تانية بنشوف اللي حصل في الماضي لما داروين ادى خريطة لروثويل علشان يتحول لمصاص دماء، لكن بما ان كلارا كانت برضو عيانة كانت عايزة تروح هناك هي كمان، وعلشان كده سرقت الخريطة من روثويل وفعلا راحت للجزيرة وتحولت لمصاص الدماء. داروين ساعتها عرف الموضوع واخدها لجمعية سرية اسمها بيتران. الجمعية دي كانوا متضايقين جدا من كلارا لانها بتشتغل في اعمال منافية للاداب وبقت مصاص الدماء، في حين ان كلهم ناس شرفاء، ومن هنا حذروها وقالوا لها انها ما ينفعش تقول لاي حد على موضوع انها مصاصة الدماء ده. على الجانب التاني روثويل فكر انه ينتقم، علشان كده راح دار الايتام واغتصب إلانور. كلارا راحت قتلته، لكن حالة إلانور ما كانتش كويسة خالص، علشان كده كلارا اخدتها هي كمان للجزيرة وحولتها لمصاصة الدماء. طبعا ساعتها كلارا بتكسر القواعد والمسؤولية اللي ادها لها الجمعية، ومن هنا الجمعية بتبدأ تدور عليها هي وبنتها. بنرجع تاني للواقع، وإلانور متضايقة جدا من فرانك، وده لانه ادى اليوميات للمدرس، ودلوقتي بقى في ناس كتير من الكلية عارفين عن الموضوع ده. وبما انها بتحب فرانك وهو عنده سرطان، قررت انها تحوله لمصاص دماء هو كمان، وده علشان يقدروا يفضلوا مع بعض على طول. ودلوقتي عيد ميلاد فرانك، وهو عزمها على عيد ميلاده في بيته. راحت هناك ومعاها خريطة الجزيرة وادتها لفرانك كهدية. كيفن ساعتها اتصل بكلارا، وهنا كلارا بتعرف ان إلانور قالت لفرانك وللمدرس كل حاجة عن السر. حست ساعتها بغضب شديد وقتلت كيفن، وبعدين راحت البيت وقالت لإلانور ان خطيبها كمان لازم يموت لانه عرف السر. إلانور ساعتها قررت تسيب البيت وتمشي. إلانور هنا اتحبست جوه الاسانسير وكلارا مشيت علشان تقتل فرانك. في نفس الوقت اتنين رجالة من الجمعية وصلوا لكلية إلانور، وده علشان يفحصوا المكان، ولقوا ساعتها جثة كيفن، لكن هم قالوا ان هم ضباط شرطة، وبكده نجحوا انهم ياخدوا عنوان إلانور بسهولة جدا. هنا إلانور بتتصل بفرانك وحاولت تحذره، لكن لسوء الحظ كلارا كانت وصلت هناك فعلا، وبمجرد ما ضباط الشرطة المزيفين وصلوا المكان طلعوا إلانور من الأسانسير وقبضوا عليها. كلارا كانت لسه على التليفون وسمعت كل حاجة، واكتشفت ان بنتها ساعتها في خطر وانها اتقبض عليها من مصاصين الدماء، ومن هنا سابت فرانك وجريت علشان تنقذ بنتها. مصاصين الدماء اخدوا إلانور ومدرسها موريش في عربيتهم. موريش كمان كان عارف كل حاجة عن إلانور، وبكده إلانور بقت متأكدة انهم مش ضباط شرطة حقيقيين لكنهم مصاصين دماء من الجمعية. واحد منهم هو داروين والتاني هو سارفيلا. الاتنين اخدوها لمكان مهجور علشان يقتلوها، لكن كلارا بتظهر فجأة وبتنط من العربية وتكسر الازاز. سارفيلا ساعتها حاول ان يدوس عليها لكن هي نجت بحياتها، وبعد كده قتل موريش كمان. كلارا ساعتها هجمته لكن الاتنين مسكوها. داروين طلع سيف كان واخده من المنظمة. سارفيلا بيقول لداروين اقطع راسها، لكن بدل ما يقطع راس كلارا قطع راس سارفيلا. داروين كان بيحب كلارا من الاول، وبعد كده كلهم حرقوا جثة سارفيلا وهربوا من المكان. وبما انه كسر هو كمان قواعد الجمعية، وده علشان ينقذ كلارا، هو كمان لازم يستخبى من الجمعية.
بعد كده كلارا خلت إلينور تروح مع فرانك وتعيش حياتها، وده لأنها هي نفسها مشيت مع داروين. إلينور ساعتها بتاخد فرانك للجزيرة وحولته لمصاص دماء، وهنا بيخلص فيلمنا النهاردة. طبعا لو انت عجبك فيلم النهاردة ما تنساش بقى تشترك في القناة وتفعل التنبيهات، وده عشان لسه عندنا ملخصات نارية هتنزل. أشوفكم الحلقة الجاية، سلام.